هذا اللي عم نشوفه هو تطبيق حياتي، ابلكيشن جديد. بدي رحب بعمر شطح من مؤسسي تطبيق حياتي. اهلا وسهلا فيك عمر. بدي رحب ايضا بكارول كرام، انت ايضا من مؤسسي تطبيق حياتي. هلا بدك تشرح لنا شو هو هذا التطبيق. ابلكيشن حياتي هو عباره عن ديتينج اب، بس تعارف. تعرف، بس مختلف شوي عن بقيه الديتينج ابس اللي موجودين على تندر. اشهر شيء يمكن الفرق بحياتي انه بدل ما الشخص يبحث على شخص اخر، عندنا الجوريثم يلي بس بيعرض للاشخاص الماتش يلي مناسب لإله لإلها حسب المواصفات اللي طالبينها بالشخص. بس في هيك ابلكيشنز كمان؟ في شوي، بس ما بس مش بالعربي يمكن؟ ايه مش كتار. كارول، كيف اجت الفكره؟ هي الفكره مش اجت من عندي، اجت من عنده هو بالصراحه، وانطلقت منه لانه انا بعرف عائلته كلهم، فكانت سته دائما بيسالوا ايمتى بدك تتجوز، مثل السؤال سالتيه انت اول ما فات بتجوز، ايمتى بدك تتجوز؟ انا من ورا الابلكيشن حياتي بعد شوف اذا طلعت بالعروس او بعد. فطلع بالفكره لانه كان عايش بامريكا. هي ذا كونسبت انه اتس فور عربز تو ميت عربز. العقليه العربيه غير العقليه الغربيه والمختلفه، انه بده يلاقوا صديقه حياتهم تكون طابقه على مواصفات معينه. فبهاي الابلكيشن بنحط المواصفات كلها، يعني كانه ستك مثلا. مثل كيف بتحطي مواصفات؟ اشقر عيونه زرق، بتحطي صورته او شو؟ هي اتس فيري ديسكريت، يعني ما بتحطي اسمه للشخص. وقت تنتقلي على تشات ساعتها بتعرفي اسمه للشخص. فبس بتحطي انه مثلا الاسئله اللي بتسالك اياهم امك او ستك، معلم، شو معلم؟ بعيش هون ولا مش عايش هون؟ بدخين؟ بده اولاد؟ ما بده اولاد؟ قديه طوله؟ كان هيك اشي، يعني مصر يرجع على لبنان ولا بقولوا انه ستك انت رحت تشد لها شعرها لتشوف اذا منيح، بقولك سنين اذا هيدي بعد مش حاطينها، لازم نزيدها سنين. بعد صعبه هي بالابلكيشن. فطلعت هيدي الفكره انه نهون ونعملها سبيسيفايد شات، يعني وقتها يركب الماتش وبصير في حدا قبلين يعني تو سايدز بيقبلوا بالماتش اللي طلع لهم اياه، اللي عاطينهم اياه نحن، بينتقلوا على تشات. وتشات هونيك بيتعرفوا على بعضهم سبيسيفيكلي فور 5 دايز، بيحكوا مع بعضهم دايركتلي 1-to-1 نو ديستراكشنز. عمر شطح، يعني لكن الفكره كانت لك كل ما تجي على بيروت يسالوك انه ليه بعد ما تجوزت؟ لقيت طرابلس. طرابلس وبيروت اثنين بيتكون ببيروت، بس السؤال انسال بطرابلس اكثر شيء. طلعت معك فكره الابلكيشن ورا السؤال اللي دائما يتكرر. طلعت الفكره نعم عن بطرابلس، بس بعدين انا مثل ما بتعرفي انا كنت عايش برا، عايش بامريكا، انا نقلت على لبنان، فكنشوف انه الطريقه العالم كانوا يتعرفوا على بعض مختلف كليا. يعني بلبنان العالم حتى الاشياء اللي عم بفتشوا بشريكه حياتهم، يعني الاشياء مختلفه. فكنت دائما اقول انه لازم يكون في طريقه اوتوماتيكلي، وفيك تكوني از سبيسيفيك از يو وونت او لا. حتى اذا بتقول يعني فيك تقولي مثلا انه انا بس بيهمني شغله، او بدي هيدا الشيء بس ما بدي هيدا الشيء. ونحن مش بدي شعره طويل سنه قصير مثلا. هيك شيء. ونحن بنعرض للشخص ذا بيست بيرسون، اللي كمان مهمه ينقال انه ذا بيست، احسن شخص يلي كمان فاضي يحكيك او يحكيك، يعني احسن ماتش بهيدا الوقت بهيدا وفاضي الوقت. لانه شغله ثانيه يلي انت ذكرتي تندر، على تندر مثلا فيك تكوني عندك، فيكون عندك 20 شات بذات الوقت، ما في شيء مميز بينك وبين هالشخص اللي عم تتعرفي عليه. فيعني نحن الالجوريثم كمان بنجيب الشخص يلي منه مشغول، يو نو، يلي ما عم بيحكي مع حدا تاني. تفضل بيرسون وبيرسون، تفضلوا تحكوا مع بعضكم، والاب بتصير بس تقبلوا الشخص، بتصير خلص بس انتوا اثنين. كم ماتش صرتوا عاملين؟ اوف. وفي صار في زواجات مثلا عبر من وراء تطبيق حياتي؟ ما مش على علمي، بس انا بعرف شخصيا، يعني تعرفت على كذا شخص و ما وصلت للزواج. بس بيجينا كثير ايميلز انه ذير لايكينج ذا ايديا، وكيف التطبيق عم يصير، والفكره انه خاصه هي مانا ابلكيشن للبنانيه، يعني نحن وي دينت لانش ات هون بلبنان، وي لانشت ات للعرب البرات، يعني برات الدول العربيه.
يعني واصل ابلكيشن الباكستان بس وين ما كان الواحد في يستعمل هذا الابلكيشن وبيختار بالمنطقه الجغرافيه اللي هو موجود فيها مزبوط او فيك توسعي قد ما بدك يعني انت بتحط البلد بتحط الجنسيه خلينا بتحطي راديوس فيك تحطي راديوس يعني المسافه شعاع او فيك تقولي انه ما بتفرق معك فيك تكوني يعني you can be as specific or as broad as you want ونعم مثل ما قالت كارول هي it's targeted اكثر شيء لل كيف بدنا نقول للمجتمع العربي العقليه العربيه بس اللي مش بالبلاد العربيه لا يعني في عندنا شو بيفرقوا عن بعض يمكن بالبلاد العربيه اسهل يعرفون على بعض لا في منافسه اكثر هون ايه في طريق هون موجود بس الشاب العربي وقت يطلع او الصبيه العربيه وقت تطلع على بلد امريكاني او شو ما كان بصير عندها طموح تتعرف على حدا مثلها مع انه هون بصير كلهم موجودين قدامها بس هونيك عندهم طموح نفس البيئه نفس التربيه نفس طريقه التفكير عندهم بلد كذا هيك طريقه يعني ف it's very difficult probably to find حدا يلاقي لهم حدا عربي كمان فهي مشهورة أكثر شيء بفتكر بكندا وباكستان يعني بنشوف في كتار باليوكي كمان في كتار باليوكي أكثر شيء تقريبا بس بلبنان في كم حدا بس موصلي كلهم برا كيف أجب لك تسميها حياتي؟ أنت سميتها حياتي؟ ماي لايف؟ يا لا ترو ستوري رفيقتي بطرابلس اسمها حياة الناظر كنا عم نحكي مع بعضنا على التليفون قلت لها كم بدي اسم بدي اسم وقالت اشياء انا قلت اشياء مدري شو وهيك حطيت ايدي على وجهي قلت لها لك حياتي انه حياتي انه حلوه عم بتسال انه حياتي لك حياتي طلعت الاسم حياتي فتشت اونلاين مش مسجل رحت سجلته طب عمر انت بتستعمل خليني اقول الابلكيشن شخصيا مضطر لا مضطر للشغل شيء وبستعملها لاتعرف شيء ثاني ايه انه كنت عم كذب اذا قلت لا بس مجرب كثير من الابلكيشنز تاخذ احسن شيء من بيناتهم وجرب حطهم لا عم بحكي عن الابلكيشن اللي عندك اياها حياتي اه طبعا يعني من جوزك قريبا او بعد ما لقيت شركه حياتي بدي اسرع شوي مش خمس ايام شي وحده من باكستان بتطلع كارول بتستخدميها او لا اكيد بيناتكم انكم مجوزين لا يعني عم بيصير خلينا نقول اليوم في اسهل بكثير للتعارف عبر التطبيقات الموجودة قبل يمكن كانت العائلة هي تقول إنه هذه المواصفات بتشبه عائلتكم بنعرفكم عليها هلأ اليوم في تطبيق ما حدا بقى عايز خلينا نقول وسيط وما في إحراج لأنه مثل ما عم بتقولوا مش مضطر واحد يحط لا هويته ولا جنسيته بحط صورته في ما يحط الصورة كمان ما هي أو إجباري في ما يحط الصورة وبعدين بعد ما ينتقلوا على تشات روم بس لخمس ايام التشات روم بتكون يعني بكون في مثل تايم ليميت ليحكوا مع بعضهم وبينتهي التشات روم المخرج عم بيقول لي الشباب المجوزين كمان رح يستعملوها الهيئة هي فيها سكشن اذا شيء بيقولوا مجوز مش مجوز كمان بتحطي سبيسيفيكلي بس هي الهدف من وراها خلينا نقول انه تعارف من اجل جواز يعني بين الاشخاص او هن شو ما بيحبوا صار في كثير هيك ابلكيشنز يعني اصلا ما في شيء بالعالم ما له تطبيق اليوم بعتقد ما هيك الافكار الموجوده وكل شيء شو بيميز حياتي عن غيرها انه فقط موجهه للعرب وهل هي باللغه العربيه لا هلا سؤال منيح اول واحد منيح لا سؤال كثير جيد لا هلا للاسف بس باللغه الانجليزيه وكمان بس على اي او اس نحن اشتغلنا عليها من دون اي فاندنج من دون اي شيء من هالنوع ما عندكم تمويل ابدا وبعدنا عندنا الدي جوبز يعني بنشتغل من 9 ل 5 فلا محدودين باللي بنقدر نعمله بامكانيات شغلك كمان بمجال المعلوماتيه او بتشتغل بغير لا انا بشتغل بالمعلوماتيه يعني خلينا نقول انه هذا قريب لشغلك ضمن كمان كارول مشتغل ماركتينج فور موبايل ابلكيشنز يا يعني منكن بعيد عن هيدي الابلكيشن الوحيده اللي عندك اياها لك او لكم انتم كمجموعه حاليا هيدي ايه وما عم نلحق ما عم تلحقوا هالقد شغل الابلكيشن هو صعب وبده وقت كثير 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 كيف وليه؟ يعني الواحد بيتخيل انه خلص موجوده وشغاله ليه هالقد بدها وقت وليه هالقد بدها منكم انه تحطوا جهد مين بده يجهد هي بدها شغل كثير لانه هي الابلكيشن ما فيها بتوزن حالها باليوزرز نمبرز اوف يوزرز لتبعت الرساله انه هاي الابلكيشن موجودة
بدك تستعملي كثير اساليب، يعني بين السوشيال ميديا، بين تكتبي عنا بلوج، بين تخلي العالم ينتبهوا انه موجوده، غير انه تكون موجوده وتكون شغاله وزاد مثلا اي او اس اجى اندرويد، ما عملنا اندرويد بعد، نزل سوفت وير جديد، نزل اي او اس جديد، ما نرجع نعمل ابديت لل، بس لازم تعملوا اندرويد كمان، يعني خلينا نقول الاستخدام كبير لازم بعده لحد هلا، لازم 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 نعمل يعني هلا لازم يكون واحد عنده ايفون ليقدر يستخدمه، او خلينا نقول هيدا النظام بس للاشخاص اللي بس على تكمل تجاوب سؤالك للمشاهدين اللي عم بيفكروا مثلا يعملوا اب او شيء، it's a lot harder than it sounds. ما بعرف اقول بالعربي، كثير اصعب من ما بتعتقدوا او بتبين. ايه كثير اصعب. ليه؟ اول شيء قبل ما تعملي اي شيء، قبل ما تبلشي تشوفي الاب، بدك تدرسي كل صفحه كل كبسه شو لازم نعمل، لانه اذا بلشتي من دون مشروع بلان واضح يعني ما بتعرف وين تروح. طيب بس كيف بتعملوا مصاري من وراها؟ هل هي بتتنزل ببلاش او بيندفع عليها وفيها ان اب بيرتشيز؟ في شيء محل على الطريق بصير واحد بده يحط مصاري ليستخدمها؟ بتنزلي الاب ببلاش، اول ما تسجلي بيطلع لك 10 فري كريدتس، كل كريدت عباره عن سكسسفل ماتش. فاذا انا بيطلع لي ماتش وبقبل وهي بتقبل بينخصم ماتش من سوري كريدت مني وكريدت منها، اذا انا قلت ايه وهي قالت لا ما بيصير شيء، ما بتخسر شيء، ما بتخسر كريدت، وكل كريدت رصيد، يعني عندك 10 محاولات 100% بس 10 المحاوله الثانيه كمان يكون قبلان 100% انه يشوفك، مش انه قبلان يحكي معك. عم نحكي تشات، لا هو وقتها صار في وقتها قبل خلص نقلنا تشات راحت كريدت. اوكي راح كريدت. اوكي يعني اللي هو القبول انه تشات 100%. طيب امتين بعدين بينتقلوا انه يشوفوا بعض؟ هون القرار بيصير عبر التشات، بيشوفوا بعضهم، بيشوفوا بعضهم بالاول لما بيطلع لك ماتش، بيطلع لك صوره الشخص وفقره صغيره عن الشخص بس من دون اسامي، نحن ما في اسامي بكل الحق، حط الكرايتيريا بيشوف مثل المنيو اللي حاطته هي. نعم. يعني هن بيختاروا انه يشوفوا بعض عبر الشاشه لايف، عم بحكي مش بس صوره، ما في كاميرا، لا يا ريت لو عندنا مستقبلا يعني في طرق ثانيه على كل حال بيقدروا، بس ساعتها بده يطلعوا من الابلكيشن يروحوا الى سكايب. بس الفكره كمان بهالخمس ايام انه بتقدري تتعرفي على الشخص من دون ما تعتلي هم، يعرف هويتك، يعرف هويتك، يعرف رقم تليفونك، انت بتقرري ايمتى بدك تقولي له اسمك، بتقرري اذا بدك تعطي رقم تليفونك او شيء ثاني. والحلو فيها كمان انه انا اللي انا بحمسني فيها الاب، انه وقت يجيكي ماتش بقول لك يو هاف ا ماتش، يو هاف 12 hours تو ابروف. مزبوط، فبتفوتي معك 12 ساعة توافقي انه في شخص اليوم حسب مواصفات اللي انت طلبتيها اجاكي ماتش. بس انه شو اجاكي ماتش؟ يعني بيكون واحد حاطط 10 مواصفات، لازم العشرة يكونوا موجودين؟ لا لا اثنين بنجيب، لا بنجيب افضل ماتش. هو شو بيصير؟ اقرب شيء للي انت طالب. مزبوط، اذا انت حتى بدي الشخص يكون افترضي حتى دين، يعني موجود الدين والطوائف موجودين. للاسف صار اهم شيء يمكن قبل اي شيء ثاني. بس كمان فيك كمان تقولي ماشي، وفيك تقولي كمان انه تطلب دين معين. فيك تكوني سبيسيفيك وفيك تكوني انه ما بتفرق معي مثل ما بدك. اذا الشخص عنده، اذا الماتش عنده اياها يعني بيطلع السكور تبعه، عندنا الجوريثم بروبرايتري كيف تشتغل، واذا الشخص عنده شغله ما بدك اياه بينزل. وكمان اذا الشخص از اكتف يعني بيرد بيجاوب بيتحدث از كمان بيطلع له سكور عالي. فوقت يجيك هيدي يو هاف ا ماتش، نكست ستيب يجيك انه اذا هو طلع بصورك او انت طلعتي بصوره، بيكون في بس الصور محطوطين، يو سوايب بقول لك they're checking you out. بخبرك انه في حدا عم، بس فيك تعرف مين اللي عم بيشوفك؟ ايه بتفتح الاب وبتشوفي انت، وهو بنفس الوقت بكون عم بشوفك الك. فاذا هو نبش بالصور بيطلع لك انه they're checking you out، وهو كمان بيطلع له انه they're checking you out. هلا بتصير هون بعد they're checking you out حره تقبل الماتش ولا لا. Once you accept the match then you move to a chatting engine. في شيء بعد لازم تقولوه؟ في شيء لازم نعرفه عن هذا الموضوع؟ إذا حابين تعرفوا على حدا يعني إذا حابين جربوا ينزلوا الأب، وإن شاء الله قريبا بننزل على أندرويد.
شاء الله. تطبيق حياتي قريبا رح يكون على اندرويد. ليه بنعملها بالعربي؟ مزبوط بالعربي. يعني انا توقعت انه تكون الفرق انه باللغه العربيه ما فيك تعملها باللغتين سواء او صعبه؟ طبعا لا فينا، بس بما كمان كلفه اعلى هون رحنا. لا اتس استراتيجيك ديسيجن. اذا نحن مركزين على عربي برات البلاد العربيه توقعنا. يعني انا كمان فكرت بناس مثلي امريكان او اجانب، يعني ربيانين ببلاد خارج لبنان، من اصل عربي. هون الاشخاص بيكون بيحكوا انجليزي او فرنساوي او بيحكوا لغات اجنبيه، وحابين يكون معهم هيدا الشخص من بلد عربي. فهدفك هو عامة اللي موجودين خارج بلادهم الاغتراب، بلدان اغتراب اكثر، مع انه العرب ممكن كمان يستخدموا هيدي الابلكيشن. هم اللي حاجين هيك شغله، هن محتاجينها. سوري محتاجينها. كارول بتسميها تيتا ان يور بوكيت. تيتا ان يور بوكيت. حلو. جدتك بجيبتك بالابلكيشن. شكرا لكم كارول كرام. عمر محمد شطع اهلا وسهلا فيك. تحيه للوالده وللعائله، وان شاء الله بنشوفكم دائما بنجاحات اكثر واكثر. اذا تطبيق حياتي لكل مين حابب يتعرف على شخص اخر بلا اي التزام، خلينا نقول مسبق، احسن شيء التطبيقات. فاصل مشاهدينا، وتنضم الينا المحاميه أرلات بجاني من جمعيه حمايه خصوصيه العائله والعامله، وموضوع مهم جدا هو العاملات في المنازل العائلية، وهن بلبنان كتير كتير كتار. خلينا نحكي عن هذه الإشكالية مع أرلات بجاني بعد الفاصل.